لنكن جميعا صفا واحدا في جبهة أروخ يشكل وحدة مقاومين في أوكي. ماشي بس دقيقة. إلى البحرين حتى ننتصر. والله معك حق بس كان التليفون بقى. تبع وزارة خارجية ولا شيء. ما له شيء. وكما يحدث اليوم عندنا في بلادي يهتف بصدر عاري في مسيرات العودة في غزة بعودتنا إلى فلسطين نقول إسلامية وعالمية وحتى تمتد في 14 فبراير عظيم وهذه الأمة العظيمة التي فيها فيما يتعلق بالنضال نحن أساسا في الثورة الفلسطينية ننطلق من مسألة أساسية نحن في ثورتنا نؤمن في منطلقاتنا بأن ثورتنا الفلسطينية هي فلسطينية المنطلق عربية العمق وقومية الأهداف والنتائج وعالمية الجذور إذن الكل معني سواء في البحرين أو غيرها لقد حاول الاستعمار منذ البدايات أن يقسم المنطقة إلى أقطار كي يلتهي كل قطر بمشاكله الداخلية ونحن في السابق وبثقافتنا عندما طرحت شعارات آمنا بها واستشهد من أجلها الكثيرون نحن قلنا أن التحرير طريق الوحدة والوحدة طريق التحرير في علاقة جدلية وهذه إشارة واضحة عندما يعمل الجميع من أجل تحرير فلسطين فكأنه يعمل من أجل وحدة كل الوطن العربي وعندما نعمل من أجل وحدة الوطن العربي من خلال حركات التحرر في كل الأقطار نكون نسهم مساهما مباشرا في تحرير فلسطين نعم في بغداد تضامننا مع الشعب اليمني ونحن في ائتلاف 14 فبراير ملفاتنا واضحة ولهذا هذا النشاط يتزامن مع هذا النشاط نحن مع مظلومية الشعب اليمني كما يعني يمنيون معنا ونحن اليوم مع القضية الفلسطينية على عكس ما يمضي إليه النظام الحاكم بهذا التطبيع المهين المشين اضطربت هي أن الاثنين مظلومين لكن الفلسطينيين مظلومين من قبل الاستعمار والصهيونية والبحرين مظلومين من الإخوة والأشقاء وظلم ذوي الكربة أشد بالتأكيد أن كلمة لا للتطبيع هي ذات دلالة وعنوان جوهري تجاه التضامن مع فلسطين وبالتحديد عندما تأتي اليوم من البحرين المضطهد بهذه الصورة المشرقة لا شك لها دلالة وتأثير على كل الشعوب العربية اليوم وفي كل العالم ولدى قلوب ووجدان الشعب الفلسطيني المقاوم والمنتفض ولا سيما أولئك الذين ينتفضون في مسيرات العودة والذين يدفعون عشرات الآلاف من الجرحى ودفعوا مئات الشهداء من أجل فقط تثبيت حق العودة للفلسطينيين وتثبيت أن الفلسطيني لا يمكن أن يتنازل عن أرضه وبالتالي العمل على كسر هذا الحصار الظالم والجائر على أهلنا في غزة من هنا لا للتطبيع هي عنوان واضح المعالم لا لبس فيه عنوان يوجه إلى كل أولئك الذين يسيرون في هذا الطريق الطريق الذي لن يؤدي إلا إلى المهوار كما يقال إلا إلى الأدنى وإلى أسفل المكان ممكن أن تصل إليه أن يصل إليه إنسان على وجه الأرض عندما يسير ذليلا نحو هذا العدو المجرم الذي ينكل بأهلنا ينكل بشعبنا ويمتص من دمائنا ويقتل الأبرياء وبالتالي لا يجرؤ حتى على المواجهة كما ذكرت لك مواجهة الشاب فلسطيني 19 ربيعا 19 عاما لم يستطع الكيان الصهيوني حتى على اعتقاله لم يتجرأ على الاقتراب منه بقدر ما عاش حالة من الذعر في داخله ونحن هنا ندرك أننا أقوياء أن المقاومة قوية وحاضرة وبإذن الله ستنتصر لا محالة